والآن الجولة الاقتصادية من نشرة السادسة. نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية مع زميلتي دينا شرف. أهلا بك دينا، تفضل. شكرا لك نهى، شكرا لك أميرة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص الدعم التمويني تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وشدد المركز على انتظام صرف المقررات التمويني لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، وذلك دون أي اقتطاع أو انتقاص، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه، ويستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 من يونيو المقبل. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية التركيز خلال الفترة الحالية على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج وقدرات تصنيع المضخات محلياً في ظل الفرص المتاحة بقطاع البترول والغاز وتنامي مشروعات القطاع وأنشطته. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع رئيس إحدى الشركات الألمانية في مجال صناعة المضخات لبحث سبل دعم وتعزيز أنشطة التصنيع المحلي للمضخات من خلال شراكة القائمة بين قطاع البترول والشركة في مصنع مصري الألمانية للمضخات بالسويس. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء يستهدف إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائض، إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضارة، وكذلك توفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتطوير البنية التحتية الحيوية. جاء ذلك في تقرير نشره مركز المعلومات بعنوان مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر الأحدث من نوعه في العالم. واستعرض التقرير أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية أجنبية وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828 مليار و572 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 12449 نقطة وأغلق عند 12622 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.39%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2397 نقطة وأغلق عند 2406 نقاط، مرتفعا بنسبة 36%. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3484 نقطة وأغلق عند 3503 نقاط، مرتفعا بنسبة 56%. نفى وزير النفط الكويتي بدر الملا وجود نقاشات تتعلق ببنية تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم، وشدد وزير النفط الكويتي على حرص بلاده على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط. وكانت السعودية والإمارات قد نفتا في وقت سابق ما جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول وجود نقاشات بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في اجتماع أوبك بلس القادم في 4 ديسمبر. ختام أخبار اقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى أميرة ونهى، إليكما. شكرا لك يا دينا.